نحو 4 ملايين عراقي في البصرة يواجهون شبح الأمراض الناتجة عن الجفاف المائي، جفاف لا يتخيل إنسان في هذا العالم إنه يحدث في بلد يحتوي على أعظم نهرين. بل وبحسب التقارير الدولية فإن الجفاف هذه المرة شاركت الكهرباء بتفاقمه نتيجة توقف محطات ضخ المياه بسبب انقطاع الطاقة المتكررة. التقارير اللي قدمتها الأمم المتحدة هي ليست بالتقارير الجديدة اللي قدمت، هي من قبل 13 سنة تقريبا، 13 سنة أو أكثر احنا نشهد التلوث الموجود الحاصل في مياه البصرة، وحدث الذروة مالته بال 2018 عندما صارت عندنا 114,000 حالة أعتقد بالتلوث وملئت المستشفيات بعد التلوث. تزايد موجات الحر والجفاف وانحدار نوعية المياه عوامل جعلت الأسر البصرية وخاصة الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة بالماء في ظل انحسار المشاريع الحكومية نتيجة لضعف التمويل. أعتقد اليوم الحكومة سواء كانت المركزية أو المحلية غير جادة بمعالجة هذا التلوث. ما جاي نشوف أنه حلول يعني قد تكون مناسبة لمعالجة هذا التلوث، وزيادة نسبة أمراض السرطان في محافظة البصرة تعود بالسبب الرئيسي ليس للتلوث البيئي فقط، وإنما التلوث مياه شط العرب باعتبار هو هذا الشط الوحيد في محافظة البصرة. متخصصون في شؤون المياه شككوا بقدرة محطات تصفية الماء في إنتاج مياه صالحة للاستهلاك البشري بسبب تقادمها وعدم خضوعها إلى التطور التقني. أكيد إحنا المياه ما زلنا أيضا نتبع وسائل أو نتبع مثلا المشاريع قد تكون يعني قديمة جدا في يعني إنتاج المياه الصالحة للشرب، ما زالت يعني بعضها بدائية، أما مشاريع الإصالة فأعتقد أنه هي عفى عليها الزمن. وبعد العجز الحكومي في حل هذه الأزمة بدأت منظمة اليونيسيف أخيرا بنصب وحدة لتحلية الماء تعمل بالطاقة الشمسية في إحدى مدارس المحافظة كتجربة لتخطي مخاطر المياه الملوثة. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.